أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج. 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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم الأنثيين أم الأنثيين أم قل أذكرين حرم أم قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه حرم أم الأنثيين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين مظبوط الشفاه. قل أذكرين حرم أم الأنثيين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب على الله كذبا ليضل الناس كذبا ليضل الناس إليك ها أبار فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا وعلى الذين
وعلى الذين ذي نذين وعلى الذين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا ولا ركنا ركي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله لو شاء الله ما أشركنا أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون قل هلم شهداءهم الذين يشهدون يشهدون أن الله حرم هذا
فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين أهوا تين بار بولو এক সেটা আহওয়া আহওয়া কি আহওয়া ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 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 قسط قسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها نفسا إلا لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا
ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ এখানে অক্ষর আই ইবলিস এখানে অক্ষর আই فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ হ্যাঁ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون منها ها যখন মুখ দিয়ে না বের করা হয় তখন নাক দিয়ে যাচ্ছে এজন্য মুখটা খুলতে হবে قال فاهبط منها فما منها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها أن تتكبر فيها